بجد التحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. شرفنا ومنورنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك. شرفنا ومنورنا. خلونا نبدأ مع حضراتكم، بس عايزة في الأول، لأن الحقيقة يعني في بعض الأخبار بتؤكد أن بدأت الشاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف بتعبر معبر رفح من الجانب المصري لوصولها للجانب الفلسطيني. وزي ما حضراتكم تابعتوا، كان في اعلان امبارح ان مصر هتستقبل 81 من المصابين الفلسطينيين يتم علاجهم في المستشفيات المصريه، وكان في اعلان من وزاره الصحه على جاهزيه هذه المستشفيات لاستقبال الحالات، حالات المصابين الحرب من الاخوه الفلسطينيين. يعني كويس ان احنا بدانا يعني النهارده اهو، يعني في امبارح كان في زياده في عدد الشحنات اللي دخلت، النهارده مصر هتستقبل تقبل المصابين مع دخول الشاحنات، بس برضو لسه الوضع طبعا مازال في ازمه، وازمه صحيح. كبيره جدا يعني. انما النتيجه اللي حصل دوت كان نتيجه التحركات المصريه، ان مصر حريصه بشكل كبير جدا على ان هي يجب ان تتوقف اله الحرب يجب ان تتوقف اله الحرب، وفي نفس الوقت يجب ان يتم ادخال المساعدات، لان الوضع في قطاع غزه اصبح وضع كارثي. العالم بيتحدث عن حقوق الانسان ولا ينظر الى الوضع اللي موجود في غزه. القرارات الدوليه في اتجاه غير الواقع بشكل كامل. يمكن اللي حضرتك ذكرتيه ده كان نتائج تحركات وضغوط مستمره صحيح. من الدوله المصريه. مصر بتتحرك بشكل قوي جدا في هذه القضيه، حريصه بشكل كبير على انه على العالم ان ينظر بشكل حقيقي او بشكل واقعي الى ما يحدث في القطاع. يمكن كمان احنا استعداداتنا كانت من بداية الأزمة، الزيارات المتكررة اللي قام بيها وزير الصحة للمستشفيات اللي موجودة، سواء كان في شمال سيناء أو في منطقة القناة في بورسعيد والإسماعيلية، كمان المستشفيات اللي في القاهرة اللي قريبة اللي في شرق القاهرة اللي هتم استقبال برضو المصابين والجرحى من أهلينا في قطاع غزة من الفلسطينيين. الوضع الإنساني يعني اللي موجود في القطاع بيقول أنه العالم عندما يتحدث عن الإنسانية لا يجد لمنطقة الشرق الأوسط أو للمنطقة العربية صحيح. بشكل خاص مكان لهذا في هذا الملف. يمكن زي ما البعض قال أنه يعني أحداث غزة أسقطت بشكل حقيقي اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق الطفل وأيضا حقوق الإنسان صحيح. لأنه المجازر اللي حصلت وآخرها ما حدث في مخيم جباليا ده أكبر تأكيد على أنه آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق أبدا، بل بالعكس بتثبت أنه هناك جرائم حرب متعددة يجب محاسبة الدولة الإسرائيلية عليها. صحيح. خلينا يعني هنبدأ أخبارنا وهنتناول طبعا بمزيد من التحليل الموقف في قطاع غزة اليوم، لكن خلونا نبدأ مع الخبر الخاص بدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أن التحديات التي تواجه مصر على كافة حدودها هدفها وقوع هذا البلد، قائلا: كنت في لقاء دولي قلت لقيادات في العالم مفيش دولة في العالم حدودها بالكامل حروب ونزاعات زي مصر، مفيش دولة بتتعرض لهذا التحدي اللي احنا فيه، وكلنا عارفين ان ده بيستهدف وقوع هذه الدولة. حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط إلى الدولة المصرية أجهضته مصر. وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه مع أهالي ومشايخ وعواقل سيناء: لن نسمح مرة أخرى بهز استقرار هذه الدولة من أي طرف، فكل إمكانيات الدولة مسخرة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي من أي حد ممكن ان هو يعني يكون عايز ان هو يستغل هذه الارض. الرئيس والحكومه شغالين ليل ونهار، شغالين على هذا الموضوع. التنميه هي الاساس لجلب الخير للشعب المصري ولكل مصر. قال كمان رئيس مجلس الوزراء اننا نفذنا مشروعات في سيناء خلال السنوات العشر الماضيه بتكلفه بلغت 600 مليار جنيه. وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي من شمال سيناء أننا سوف ننفذ مشروعات تنموية في سيناء بقيمة 363 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة. حقيقة الزيارة تضمنت رسالة
زي ما بنقول ان احنا موجودين في شمال سيناء، رساله ان اللي حصل من تنميه لسيناء في الفتره اللي فاتت كان علشان ما تبقاش في شبر فاضي في مصر وانما يبقى مستغل. الارقام اللي اعلنها امبارح رئيس مجلس الوزراء في الخاصه بالتنميه في سيناء والخطه اللي هيتم وضعها علشان يبقى في تنميه لشمال سيناء، حضرتك شفتها ازاي وشفت تصريحات رئيس مجلس الوزراء ازاي؟ خليني نبدا من الرساله، انه يمكن اختيار الموعد والتوقيت لزياره دوله رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والاعلاميين واعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووجود عواقل ومشايخ سيناء، الزيارة اللي احنا شفنا فيها الأعداد الكبيرة اللي كانت موجودة دي اللي بتقول انه في امن واستقرار بتنعم به سيناء حاليا، خصوصا منطقة شمال سيناء اللي كانت من فترة لسه ما زلنا نذكر الصور اللي كانت بتصدر الى العالم ان هذه المنطقة غير مستقرة والارهاب بيهددها، وان مصر بذلت الكثير من الدماء في هذه المنطقة لتطهيرها من دنس الإرهاب. دي جزئية. الجزئية الثانية اختيار التوقيت كمان. صحيح. احنا امبارح كنا بنحتفل بمرور 55 سنة على مخطط شيطاني كان بيستهدف تدويل سيناء واللي تصدى ليه أبناء سيناء الأبطال في مؤتمر الحسنة. صحيح. الاحتفال كان السنوي بمؤتمر الحسنة لما وقف شيخ مشايخ سيناء شيخ سالم الهرش في سنة 68 أمام إسرائيل، لما جمعت كل وسائل الإعلام في العالم وجمعت عدد كبير جدا من الضيوف علشان تعلن أن سيناء دولة، ليصدم الجميع تصريح الشيخ سالم الهرش تحدث على أنه سيناء مصرية ومن يريد أن يتحدث عن سيناء عليه أن يذهب إلى الرئيس جمال عبد الناصر. إذن المحاولة للقفز أو إيجاد موطئ قدم في سيناء هو مخطط شيطاني قديم، ويمكن التحرك اللي تحركته الدولة المصرية خلال العشر سنوات اللي فاتت هو تحقيق لحلم كان موجود من سنة 56. مصر كانت مدركة أهمية ده، تحركت على الحلم ولكن للأسف لم يتحقق فيه خطوات إيجابية بشكل حقيقي. احنا في خلال العشر سنوات اللي فاتت دي حققنا بشكل حقيقي على الأرض التنمية في سيناء، لما يمكن التصريح اللي ذكره دولة رئيس الوزراء ان احنا انفقنا 600 مليار. ال 600 مليار دول احنا دي مرحله من ضمن المراحل، حتى الرقم اللي تحدث عنه 363 مليار هيتم انفاقه في المرحله الثانيه، ده رقم مبدئي. متوقع انه حجم الانفاق اللي هيتم لتنميه سيناء هيتجاوز التريليون جنيه. اللي حصل في خلال الفتره اللي فاتت تم بشكل يمكن مختلف تماما عن تحركات اي دوله، لما دولة بتواجه تحدي خصوصا التحدي الأمني والخاص بالاستقرار دايما بتركز فيه هو فقط، إنما الدولة المصرية تحركت بشكل متوازي، تحركت على المستوى الأمني لمواجهة الإرهاب، في نفس الوقت كانت بتشتغل عملية تنمية، فانتهينا من مشروعات البنية التحتية بشكل كبير جدا. احنا يمكن لأول مرة عايزين نقول إن سينا النهاردة مفيش شبر فيها، مش موجود فيه طريق أو موجود فيه شبكة مواصلات أو موجود في مياه شرب أو موجود في الخدمات بشكل متكامل. احنا النهاردة في خلال الفترة اللي فاتت عملنا 17 مجمع تنموي موجودين في شمال ووسط وجنوب سيناء. سيناء بالكامل بيحصل فيها تنمية. احنا الفترة طويلة جدا كانت التنمية في منطقة صغيرة جدا موجودة في مثلث في الجنوب في شرم الشيخ، وجزء صغير جدا بيحصل في نويبع حول مينا نويبع بس، وعندنا كان في العريش جزء برضو ضئيل جدا في التنمية. النهاردة سينا بالكامل فيها تنمية. سينا النهاردة فيها 5 مواني، فيها حوالي 4 مطارات. ده كله بيقول لنا ان سينا بتنتقل بشكل حقيقي نقلة نوعية غير مسبوقة للاستثمار وعملية التنمية الحقيقية. يعني النهاردة الهدف الاستراتيجي بالنسبة للدولة المصرية ان هي يبقى في 3 مليون مواطن موجودين في سيناء. 3 مليون دول لا يمكن ان يتواجدوا الا لما يبقى فيه خدمات. النهاردة الخدمات بالكامل بقت موجودة. احنا بننقل العاصمة الاقتصادية للدولة المصرية موجودة في سيناء اللي هي في شرق بورسعيد. احنا يمكن بنحاول ان احنا يعني نشتغل على كافة الموارد اللي موجودة، بالإضافة للجزء الأساسي بقى والمهم وهو تأمين سيناء. الرسالة اللي بدأها
دولة رئيس الوزراء امبارح في المؤتمر الصحفي في المؤتمر من الكتيبة 101، ويمكن 101 دي ليها تاريخ. يعني تاريخ من البطولة صح. للحفاظ على هذا الوطن صح. فبرضو دي كانت رسالة مهمة جدا من هذا المكان اللي الدولة المصرية دفعت فيه عن سيناء وطهرتها من دنس الإرهاب. نفس المكان بنطلق المرحلة الثانية لتنمية سيناء. خليني أقول لحضرتك أنه الكلمة اللي بدأها دولة رئيس الوزراء، ويمكن الجميع اللي تابع حس قد إيه الانفعال الداخلي اللي كان موجود لدى دولة رئيس الوزراء لما قال إن إحنا في عندنا ممكن نقدم ملايين، أرواح الملايين من المصريين يستشهدوا للحفاظ على كل حبة رمل في تراب هذه الأرض. ودي أيضا رسالة مهمة جدا إنه سيناء لا يمكن أبدا أن تكون إلا للمصريين. امبارح دولة رئيس مجلس الوزراء تحدث أيضا عن مشروعات سياحية ممكن انها تكون جاذبه للاستثمار في مصر، وتحدث عن ما تم عمله سواء من مسار العائله المقدسه لمشروعات ممكن، وقال ان احنا مش بس هنعمل مشروعات ان القطاع عندنا الخاص هو اللي يستثمر، لا احنا بنطمع ان كمان يجي استثمارات اجنبيه من الخارج. فكره ان احنا شمال سيناء من ارهاب لمنطقه سياحيه عالميه. ده يمكن العرض اللي تم امبارح لحجم المشروعات سواء كانت على الخاصة بالسياحة أو كمان الجزء الخاص به كمنطقة اقتصادية. احنا حصل تطور كبير جدا، استخدمنا لما عملنا تطوير لميناء العريش ومطار العريش كان المستهدف منه أنه المشروعات اللي يتم إنشائها في هذه المنطقة يبقى ده المنفذ الرئيسي الخاص بيها. نتكلم عن سياحة اليخوت، وإحنا برضو الدولة المصرية حريصة على ده، فالنهاردة طورنا مينا العريش وبنعمل مارينا فيه علشان تستقبل سياحة اليخوت. زي ما حضرتك ذكرتي كده أنه إحنا كانت المنطقة دي غير مستقرة، إحنا بنسوقها للعالم النهاردة كمنطقة آمنة ومستقرة. نتكلم عن منطقة التجلي الأعظم صحيح. دي هتبقى من أكبر المناطق الجاذبة للسياحة الدينية في الفترة القادمة، عشان كده عملنا تطوير لمطار سانت كاترين، طورنا شبكة الطرق. النهاردة كمان القطار السريع اللي هيبقى موجود يربط طابة العريش بورسعيد، ده هيبقى نقلة نوعية بالنسبة لهذه المنطقة لأنه هيمر بيها برضو. احنا النهاردة اشتغلنا على التنوع المنتج السياحي اللي موجود في سيناء واشتغلنا عليه بشكل مباشر وبنسوقه للعالم كله، وده اللي هيبقى ليه مردود ان شاء الله خلال الفترة القادمة ان شاء الله. خلينا نروح لموقف اخر من مواقف الدولة المصرية تجاه الكارثة الانسانية التي تحدث في غزة، وزي ما حضراتكم تابعتم امبارح ما حدث من مجزرة في مخيم جباليا، كان هناك رد من جمهورية مصر العربية التي ادانت باشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية امس الاستهداف الاسرائيلي اللا انساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني من ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الأولية. واعتبرت مصر ذلك انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يزيد من الأزمة الراهنة تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على المستويات كافة. وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجؤون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ودون أي اكتراث بالأرواح التي تزهق وبشكل يفاقم الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع. دعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة والوقف الفوري لها، واطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. الحقيقة كان بيان يعني قوي طبعا في وسط، يعني انا مش عارف يعني احنا بالتالي كلمه صمت دي بقت يعني كلمه بسيطه قوي عن ما يعني تعلنه
الدول سواء الولايات، يعني احنا بنتكلم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت إلى الأمس بتعلن إن هي مش الحل وقف إطلاق النار في، بل بالعكس ده بتؤيد كمان الحق الإسرائيلي في استخدام العنف ضد الفلسطينيين بزعم انه دفاعا عن النفس. وده اللي بيورينا قد ايه ان المجتمع الدولي لا ينظر بعينين انما ينظر بعين واحده. صحيح. في عنده المصاب بحاله من الحول الشديد جدا يعني. البيان اللي اصدرته الدوله المصريه، ودي برضو البعض بيظن ان الدوله المصريه مجرد ان هي بتصدر بيان فقط، البيان اللي اصدرته الدوله المصريه بيعبر عن تحركات بتتم وبيتقوم بيها الدبلوماسية المصرية بشكل متسارع وبشكل قوي، وبتستخدم فيها كافة أدواتها وكافة علاقاتها سواء كان بالشركاء الدوليين أو بالمؤثرين في القضية. مصر حريصة بشكل كبير جدا على أنه ضروري أن العالم أو المجتمع الدولي ينظر أو تكشف الغمامة الموضوع أو العصابة اللي موجودة على عين المجتمع الدولي ليرى بشكل حقيقي ما يحدث على الأرض. ويمكن ده كان جزء مهم جدا، يمكن شفنا الدولة المصرية في الزيارة اللي قام بيها الأمين العام للأمم المتحدة شاف بشكل واضح ما يحدث من انتهاك صارخ للقانون الدولي. خليني معلش يعني احنا بالتالي بقى محتاجين ان احنا نتكلم بصراحة قوي، ما هو لولا الموقف المصري من الأول احنا يعني مصر رفضت ان الاجانب تخرج غير بدخول مساعدات. نعم. مصر رفضت تصفيه القضيه الفلسطينيه، بتمارس عمليه ضغوط غير عاديه عليها. على الدوله المصريه. صحيح. يعني الدوله المصريه هي الدوله التي تمارس عليها ضغوط غير عاديه وباستمرار منذ بدايه الازمه وما زالت حتى الان. بالظبط. سواء كان ضغوط كانت مستهدفه في الاساس، وده اللي مصر استشرفته مبكرا، انه يتم تصفيه القضيه بشكل كامل على حساب الدوله المصريه والدوله الاردنيه. مصر ده رفضته واعلنته منذ اللحظه الاولى. من اللحظه احنا لسه بنسمع دول جايه تتكلم النهارده وامبارح بتصريحات، يعني مصر منذ اللحظه الاولى كانت واضحه وكان عندها قرار. بالظبط. يعني كانت واضحه وكان عندها قرار وتحركت في الاتجاه ده، الحفاظ على القضيه الفلسطينيه ده مستهدف أساسي بالنسبة للدولة المصرية، وأيضا الرفع المعاناة اللي بيعانوها الأشقاء اللي موجودين في قطاع غزة، وده أيضا كان جزء مهم جدا. والدليل إن احنا بنشوف طابور الشاحنات الضخم جدا، يمكن اللي زار سيناء شاف إنه من العريش حتى رفح، امتدادا من العريش حتى رفح، حجم الشاحنات الواقفة منتظرة الدور علشان تدخل طار العريش نفسه حالة طوارئ واستقبال للشحنات من كل أنحاء العالم، والطائرات بتيجي من كل، ما كل ده تكريس لجمهور ده واللي بتقدمه الدولة المصرية. بالزبط. على فكرة اللي بتقدمه الدولة المصرية مع المساعدات اللي بتستقبل من الخارج، حجم اللي بتقدمه الدولة المصرية من مساعدات تجاوز حجم المساعدات العالمية. صحيح. ده وده برضو بيدلل على قد إيه الدولة المصرية حريصة على ده. اللي البعض بيحاول إن هو يتحدث على إنه معبر رفح، للأسف ما زال البعض بينشر هذه الشائعات، وبرضو للأسف بعض المؤسسات الإعلامية اللي هي المفروض ان هي بتنطق بالحقيقة لكن هي تجاوزت هذا الامر ولا ترى الحقيقه بشكل حقيقي. كانت الدول بقى يا استاذ محمد بتتحدث يعني بهذا الشان، ندور على وسائل اعلامها. بس لما نلاقي وسائل اعلام في المنطقه بتتحدث على ضروره فتح معبر رفح، مصر تفتح معبر رفح، مصر اكدت وده واضح للكل، معبر رفح من الجانب المصري مفتوح 24 ساعه، لكن المشكله في الجانب الاخر وده اللي برضه لازم الجميع يدركه، لكن مصر بتمارس الضغط ايضا، بتمارس تحرك. والدليل يمكن زي ما بدانا في البداية تحدثنا عن أنه في انفراجة، ولكن مصر لن يعني تتوقف عند هذه الانفراجة البسيطة، مصر حريصة على أن يتم وقف إطلاق النار لهذه في القطاع، وقف إطلاق النار بشكل كامل ليتم مساعدة الأشقاء اللي موجودين في فلسطين. طيب احنا علشان برضو بنتابع مع حضراتكم، يمكن انا يعني في بداية الفقرة قلت لحضراتكم ان خلاص المعبر من الجانب المصري بيتم عبور الشحنات وسيارات الاسعاف لنقل المصابين والحالات من قطاع غزة لاستقبالهم بالمستشفيات المصرية. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنستقبل 81 من الحالات الحرجة من المصابين جراء القصف الاسرائيلي من الاستكمال علاجهم في المستشفيات المصرية. وطبعا كان في تصريح لوائل ابو محسن مدير الاعلام بي
معبر رفح بيتحدث ان الجميع بيعلم حجم الكارثة التي تعاني منها مستشفيات قطاع غزة، ومع خروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل بسبب نفاذ الوقود والاعداد مرشحة للزيادة، عندنا اكثر من 20,000 جريح. كانت وزارة الصحة اعلنت في قطاع غزة ارتفاع محصلة الضحايا المجزرة اللي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف مربع سكني بمخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة ل 400 شهيد وجريح كتقدير أولي. وزارة الداخلية في قطاع غزة أيضا ذكرت أن قوات الاحتلال قصفت المخيم بستة قنابل، واحدة منها توزن طن من المتفجرات. يعني احنا بدأنا ان يبقى في دخول للمصابين والمستشفيات المصرية، وعلى فكرة منذ اللحظة الأولى وزير الصحة لو هفكر حضراتكم زار المستشفيات العريش وزار مستشفى بورسعيد وزار المستشفى الإسماعيلية. يعني مفيش حاجة بتيجي فجأة، يعني الدولة المصرية مستعدة منذ اللحظة الأولى وعارفة هي هتعمل ايه والترتيبات كانت ماشية ازاي وماشية في خطها ونهجها لان فعلا يبقى فيه انفراجه في احنا شفنا المشهد وشفناه بشكل استباقي. صحيح. شفنا المشهد كويس فتحركنا عليه بشكل اسرع. يمكن الزياره دي تكررت لوزير الصحه اكثر من مره بالزبط. للقطاع ده بالكامل علشان تشوف مدى الاستعداد والجاهزيه، وحتى احنا شفنا زيارته لمستشفى الحسنه اللي موجود في وسط سيناء واستعداداته وجاهزيته، لان النهارده احنا شايفين انه معظم المستشفيات اللي موجوده في القطاع خرجت من خدمه. اسرائيل بتقصف المناطق المدنيه والمستشفيات بل والمساجد كمان، يعني حتى مفيش حتى الحديث او النداءات اللي بتوجهها للفلسطينيين الاتجاه للمنطقه الامنه في الجنوب، بتقصف المناطق اللي هي بتوجه ليها المدنيين. فدي عملية إبادة جماعية حقيقية، القانون الدولي المفروض يحاكم إسرائيل وكل قادة إسرائيل عليها. شفت مشهد امبارح المحتجين والمتظاهرين اللي كانوا موجودين والمناهضين اللي كانوا موجودين في أثناء الاجتماع الخاص بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورفع الأيادي الملطخة بالدماء، ورغم ذلك وشفنا برضو الديمقراطية الأمريكية الديمقراطية غير السليمة. إنه الاحتجاج اللي حصل في الكونجرس الامريكي على السياسه الامريكيه تم طرد المحتجين من القاعه بالزبط. وهنا بقى نقول الديمقراطيه اللي بتتحدثوا عنها وبيتغنوا بيها او الولايات المتحده الامريكيه بتتاجر بيها وبتستخدمها كورق الضغط ضد اي دوله هتكون على خلاف معاها وبتتحدث عن الديمقراطيه، اين هي الديمقراطيه؟ اين الديمقراطيه من وزير خارجيه الدوله بيتحدث عن السياسه الخارجيه للدوله ثم ينحاز بشكل كامل في مؤتمر صحفي قدام العالم؟ ومناسبه ان هو اعلن ان هو جاي يوم الجمعه لاسرائيل، في المره الاولى اللي زار فيها انتوني بلينكن المنطقه كان داعما وبشكل قوي لاسرائيل. ده اول مره وزير خارجيه يخرج حتى عن الدبلوماسيه ويتحدث ان هو يهودي في البدايه. يهودي ولجده. هل من يهودي؟ الممكن ان تختلف جعبته في الزياره القادمه يوم الجمعه؟ نتمنى ذلك، خصوصا ان الاحداث دلوقتي والحديث على انه في تطورات على الارض وفي استهداف لقوات أمريكية موجودة على الأرض من قوات دلتا اللي أمريكا بعد كده قالت إن هي مش موجودة، لكن قوات دلتا الأمريكية من القوات الخاصة موجودة على الأرض بتدعم إسرائيل، وده يعني بيوري قد إيه الفجاجة الخاصة بالدور الأمريكي في هذه الأزمة أو في هذه الحرب. أتمنى إنه يحصل دوت، إنما يعني المشهد اللي إحنا بنشوفه للأسف ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تفقد صوابها بحثاً عن يعني نتيجة الانتخابات مصالح الرئاسية نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا، شكرا. شرفتنا ونورتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، حاولنا أن احنا يعني نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار سواء كانت بالتحليل أو بالتعليق. في النهاية بنتحدث دائما عن موقف دولة مصرية مشرف لشعبها في الأول، وكمان أمام العالم هي الدولة الوحيدة التي تقف صامدة دون يعني مواربة، وبتناشد الجميع أن يتعامل دون مواربة وأن يتعامل طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إن شاء الله نشهد في الأيام القادمة انفراجة في القضية الفلسطينية، ويبقى على الأقل هناك هدنة إنسانية تعطي الحق للشعب الفلسطيني على الأقل في أن هم يشربوا مية، الدنيا تنور، أن يبقى في اتصالات، حاجات كتير بيفتقدها هذا الشعب في صمت الحقيقة دولي وعالمي. أنا بشكر حضراتكم جدا، بكده بتكون انتهت فقرتنا. لسه مكملين مع حضراتكم الفقرة اللي جاية مع الزميلة داليا، هنتكلم شوية عن التكنولوجيا وعلاقتها ايه، خاصة ان احنا عندنا قطع اتصالات كمان في غزة. بشكر حضراتكم جدا.